طيب عملتوا ايه علشان نوصل للمرحلة اللي احنا فيها انه يكون عندنا اول مصنع مصري لتوطين صناعة دواء، تحديدا دواء الاورام؟ طبعا التكليف ده كان صعب جدا لان احنا ما عندناش النو هاو بتاع الصناعة دي، فبدأنا نفكر هنعمل ايه، هنحل المعضلة دي ازاي. فبدأنا نشتغل على المستوى العالم، نبحث على شريك يكون او شركة استشارية تكون عندها خبرة عالمية في تصميم المصانع دي، واخده في الاعتبار الاحتياطات السلامه واحتياطات حمايه البيئه. وفعلا تم العثور على الشركه الايطاليه عملت تصميم لمصانع اكثر من 50 مصنع على مستوى العالم، تم اختيارها وتم التعاقد معها وبدانا نشتغل معها، عملت التصميم بدانا ننفذه. دي كانت اول عقبه واجهتنا، نعمل المصنع ازاي اللي يتوافق مع شروط التصنيع الجيد عشان نطلع دواء جوده عاليه، في نفس الوقت سلامه وصحه العاملين عندنا ما تتاثرش، وفي نفس الوقت البيئه اللي احنا شغالين فيها ما يحصلش اي تلوث. دي الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه. ده العقبه الاولى، العقبه الثانيه اللي واجهتنا، طيب التكنولوجي دي عرفناها خلاص ايه المطلوب وهنعمل ايه؟ هنجيبه منين؟ فتم برضك البحث عالميا على الشركات المتخصصه اللي بتقدر تعمل التكنولوجيا على مستوى العالم، وتم اختيار شركات من دول مختلفة معظمها أوروبي، سواء إيطاليا أو ألمانيا أو إنجلترا، تعاقدنا معاهم واشترينا معدات الإنتاج واشترينا المعدات بتاعة المرافق اللي هي زي تنقية المياه وتعقيمها وتطهيرها، وزي الأجهزة بتاعة المعامل، جبنا أجهزة معامل برضو من مصادر أوروبية. بدي تاني عقبة اشتغلنا عليها، ان احنا جهزنا المصنع كله بنسبة اكتر من 80% من شركات أوروبية بمستوى جودة للمعدات دي والأجهزة، مستوى عالمي اعلى مستوى في العالم. عندنا بقى الخطوة يعني دي الاولى، انه هاو العقبة الثانية، ويمكن انا من وجهة نظري دي اهمهم، اللي هي الافراد. طب مين اللي هيشغل المنظومة دي، المصنع على مستوى جميع الخطوات اللي فيه، بدءا من الانتاج والهندسيه والمعامل والسبلاي تشين. فكان عندنا تحدي كبير ان احنا خبراتنا في الحته دي محدوده، فبدانا نشتغل على الموضوع ده مع الشركات الاجنبيه، ان احنا نعمل تدريب متخصص مع الشركات الاجنبيه المورده لهذه المعدات. فكل القطاعات او كل الافراد اللي شغالين هيتعاملوا مع المكن ده، سواء كان انتاج او هندسيه او زمايلنا برضك في الجوده، تم تدريبهم تدريب مباشر من مصنع بتاع هذه المعدات. تاني حاجه ان احنا لجأنا لمؤسسه مهمه في مصر برضك من المؤسسات اللي دعمتنا وساعدتنا، اللي هو معهد التدريب بتاع الصحه والسلامه المهنيه. لجأنا لهم ان احنا ناخد تدريب، الناس الاستاف بتاعنا كلها ياخدوا تدريب على التعامل مع هذه المواد، ازاي يتعامل بصوره سليمه منضبطه عشان ما يحصلش اي تاثير على صحه العاملين. ثالث حاجه اللي هي بدأنا نأتراك، نجتذب ناس ذو خبره في مجال الانتاج والتصنيع الدوائي الخاص بهذه الادويه من مصر، ان احنا في مصر برغم ان ما فيش مصنع لكن في كفاءات موجوده، قدرنا نجتذب منهم ناس ونجحنا في ان احنا نضمهم لفريق العمل في سيليكو، والناس دي دخلت معانا في المشروع من اوله، واعدوا برامج متخصصه للتدريب. ده برامج متخصصه على المستحضرات بقى، مش على المكن، لا ده المستحضرات نفسه ايه اللي مطلوب فيه ويتعمل ازاي عشان يطلع بجوده عاليه دون المساس بالسلامه او البيئه. ودي كانت العقبة اللي هي الثالثة، واحنا حليناها بهذا الشكل، التعاون المثمر مع الشركات الأجنبية المتخصصة في هذه المعدات، والاختيار الجيد للناس وتدريبهم التدريب المتخصص سواء في معهد الصحة والسلامة المهنية أو في التدريب الداخلي سيديكو بالناس اللي اكتسبناها من الصناعة. حضرتك بتتكلم عن المستحضرات، هل ده من ضمنها المواد الفعالة؟ يعني هل هيتم تصنيع المادة الفعالة هنا ولا بيتم التعامل معاها ازاي؟ تصنيع المواد الفعالة عشان بس نبقى كلنا عارفين الرؤية دي، العالم كله متجه لأماكن معينة، فيه هي بقت الهب بتاع صناعة المواد الفعالة للعالم كله. احنا في مصر هنا عندنا صناعة مواد فعالة، بس هي صناعة محدودة
ونامل ان شاء الله في المستقبل. ويمكن انا ما يعني ما يصرحش ليا ان انا اتكلم في الحته دي، طبعا في ناس اعلى مني واكبر قامه في الموضوع ده عندهم مشاريع في ان نزود انتاج صناعه المواد الخام في مصر. في خطط ان شاء الله نسمع في المستقبل بقى من ناسها اللي هم مشرفين عليها، هم اللي اتكلموا عليها.